وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: رجل يريد الزواج من ابنة خاله ولكنها رضعت في مع زوجة أبيه، هل يحل الزواج بها؟ لا، ما يحل الزواج بها، لا يحل الزواج بها، فاللبن لبن الفحل، وهذه تعتبر أختك لأبيك من الرضاعة، أختك لأبيك من الرضاعة. وأخت لكل أولاد هذا الرجل من الرضاعة لجميع زوجاته، لجميع زوجاته من ممن تزوج مثنى وثلاثة وربع. أما يجوز لك الزواج من غيرها من أخواتها الأخريات. صلى الله عليه وسلم.